وينضم إلينا من بغداد مراسلنا معتز أيوب. أهلا بك معتز. بداية، هل تحدثنا عن تفاصيل أكثر حول ما جرى أمس في عند جسر السنك في العاصمة بغداد، وكيف تبدو اليوم ساحات الاحتجاجات؟ تحية طيبة لكم زملائي وتحية لمشاهدي قناة اليوم الفضائية. بكل تأكيد الأمس كان يوم عصيب على المتظاهرين، بالتحديد في ساحة الخلاني جسر السنك. مباغتة قوات الشغب للمتظاهرين عند الحاجز الأول الذي يفصل بين قوات الشغب والمتظاهرين، وإطلاق رصاص الحي وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، بالتالي أدت إلى استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 10 متظاهرين. يعني المباغتة اللي حدثت يوم أمس، كل المتظاهرين يتحدثون على أنه هي تمهيدا للأيام المقبلة، على اعتبار مهلة الناصرية التي انضمت إليها نعم. جميع المحافظات العراقية سوف تنطلق بعد يوم أو يومين. وبالتالي أيضا اليوم ساحات الاحتجاج تكون يسود فيها الهدوء من جسر السنك وجسر الأحرار وأيضا جسر الجمهورية. هناك تماس كهربائي حدث اليوم عند مدخل جبل أحد أو المطعم التركي كما يسمى، حدثت فيه مشاجرة بسيطة ما أدى إلى إخماده من قبل المتظاهرين هناك. والآن الأمور تجري بكل بساطة، بكل هدوء، يسود الهدوء في ساحات الاحتجاج، والساحات تظاهر جدا مميزة حتى هذه اللحظة. أشكرك جزيل الشكر مراسل اليوم معتز أيوب على هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من بغداد.